30 الف الله يسهل لك. عطاوك شي حاجه 640 الخوت 32 الف درهم اليوم 12 مليون. عطينا الثمن الله يعطيك باش ما ندوش التقليد ديال هاد الناس اللي كتفرج. تقريبا 12 واش 13 مليون ونص. 13 مليون ونص. الله يبارك. 870 الف 4 ملايين و 70 الف خالص ب 459 الف يعني تقريبا 23 الف درهم باش خالص. هذا 23 الكحل هذا هذا 21 و 500 الف خوت. هذا امانه خويا اليوم ها وتشوف البيعه وتو ما كاينش ما شاء الله وصافي. هذا راه ب 4 ملايين هذا قال 20 شحال مشى هذا؟ نشوفوا الرحبه عامره تبارك الله خوت كاين السلام موجود الخير فكان شويه قليل مازال نشوفوا معكم الاثمنه شنو دايره غير خليكم معنا نشوف الرحبه ديال الثور دابا نشوفوا الاثمنه شنو دايره هي الاولى حيت الرحبه ديال الثور كيخرجوا بكري نشوفوهم من بعد غادي نشوف الرحبه ديال الغنم ان شاء الله كاع الفيديوهات اليوم ديال الحد ولا تفرج غادي تلقاوهم ان شاء الله في القناه بغيتو تفرجوا فيهم غير خليكم معنا بسم الله ما تنساوش غير بارطاج الخوت الدعم ديالكم كثروا من البارطاج شوفوا معكم هذا الكحل شحال كيقول فيه تبارك الله كنت واجدو في الحد ولا تفرج بتاريخ 8/13/2023 الخير تبارك الله نشوفوا معكم الثمن ديالو شنو يقول عندك تبارك الله خير مليح هذا شحال يقول اول ساعه تسول 3 ملايين و 40 ياك 4000 3 ملايين و 4000 الخوت باش خالص 30000 و 200 درهم باش خالص هذا الخير تبارك الله ومازال دابا حاليا مازال كيتفاهموا على الثمن الله يسهل المولى خير زين تبارك الله شحال ديت هذا المرضي بشحال؟ جوج ملايين الله يبارك جوج ملايين و90 باش داه 24500 درهم باش داه هاد الخير هذا الله يسهل المولى شوفوا معكم هاد الخير هذا شحال يقول فيه شحال تقول لنا سيدي السلام عليكم ثابتة اللي ثابتة شحال 600 شحال زايدة في السوق تقريبا تقريبا 20 درهم شحال 20 درهم 20 درهم 1000 ريال 20000 20000 1000 درهم هذا قلت لي شحال 600 قل 600 قل 20 هذا تقريبا 29000 درهم قال لك كاين الثمن الخوت كاين السلعه وكاين الثمن الله يسهل لك عطاوك شي حاجه شحال عطاو باقي ما عطاوش الله يسهل لك كان قليل ياك السلام عليكم 570000 قال لك 13500 اللي قال في هذا الخيرات ادوينا مع رجعنا الشارين اليوم نشوفوا معكم هذا تبارك الله كان قليل 12 مليون و4 بيهم 12 مليون عطينا الثمن الله يعطيك باش ما ندوش التقليد ديال هاد الناس اللي كتفرج تقريبا 12 واش 13 مليون ونص 13 مليون ونص ب4 بهم الخوت هما فينا ونوريهم لكم هادو ب4 بهم الخوت قال لك 13 مليون ونص هادو جي دابا
جوج جوج 74 13700 درهم هاد البياض الخوت هذا الله يسهل مولاه. السلام عليكم. دير سيدي شحال الخير تبارك؟ 1605 3 ملايين ونص تقريبا جايه 35000 درهم. معطي ياك؟ معطي 35. المعطي 35 اللي ثابت شحال؟ 50000 50 53 ثابت فيه تقريبا 3 ملايين و 2500 درهم وهو كيطلب فيه 3 ونص. تبارك الله خير زين تبارك الله. هذا بوحدو شحال هذا سيدي؟ تبارك الله 640 الخ 32000 درهم هذا الخير هذا. عطينا شي كلمة ديال السوق علاش على واش كاين الثمن أغلبية وليت كتسمع 3 ملايين ونص 4 ملايين. كاين الثمن أخويا اليوم ها وتشوف البيعة وما كاينش. ما شاء الله وصافي هذا راه 4 ملايين هذا على 20000 جوج بيهم جوج بيهم على 20 على 20 39500 درهم. ندور عليهم الخوت نشوفهم غير بغينا نسولو بعد على السوق علاش الثمن شحال مزيودة تقريبا في السوق اليوم؟ ومزيودة اليوم 30000 ولا 40000 العرض من غير الزيادة ديال السيمانة اللي قبل. الزيادة ديال السيمانة اللي قبل. السبب ديال الزيادة؟ هو السبب خويا العلف. العلف غالي والله يكون في العوام. هذا ما كتخرجش كتزيد. الفلاح مسكين تو الله يكون في العوام. ما كرهش. واش بان لك في السلعة؟ السلعة كتب لي ضعيفة وطالبين فيها لا لا السلعة مليحة هو البيع 20 شوية. كتسمع 3 ملايين ونص راه تبارك الله ودابا وليتي كتسمع أي عجل 3 ملايين 3 ملايين ونص. ملايين 2 ملايين ونص كذا فهمتي. قبل العيد قبل العيد العجولة ديال 560 570 80 دابا راه داري 3 33 33 معقولة زاد 40000 30000 في البيع. زيد 60. كاينه كاينه سيد الفلوس. ندور على هادو نشوفهم بعدا. هادو قلت لي هادو جوج الملايين هادو الخوت قل 4 الملايين قل 500 ياك 500 قل 500 قل 20000 يعني 39000 39000 درهم الخوت هادو الله يسخر الموله. هاد السيد ديما كنصوروا معاك يصدقنا القول الله يسهل عليك. السلام عليكم. حضير الخير؟ جوج 10 20000 20000 و 500 درهم الله يسخر مولاه. كاين تما في السوق الخوت السلعه زايده شويه. هاد البياض الخوت قال لك 510 قول لك حل 62 يعني تقريبا 520 510 بجوج بهم 5 ملايين و 30000 بجوج بهم 35000 ياك 5 ملايين و 30000 هادو بجوج تقريبا 50000 درهم و 30000 خوت الله يسخر المولى. شوف معكم هذا الخير شحال 460 قل واحد الخوت اللي عطاوك شحال؟ معطى شحال؟ خالص ب 459000 يعني تقريبا 23000 درهم باش خالص هذا قل 50 درهم. الله يسخر مولاي. باغي يبان شحال عطاوك؟ شحال عطاوك؟ عطاوني جوج ملايين و 300 21000 و 500 درهم ياك؟ جوج ملايين و 30000 هذا شحال هذا؟ 23000 درهم الله يسخر ليكم اسي الله يسهل 23 الكحل هذا هذا 21 و 500 الخوت هذا تصوري على 600 شحال؟ 600 طلب شحال رخيص عطوك 1000 ريال انت وياه انت وياه 600 بوحدك ولا انا وياه كيف كيخلوناش نصوروا الخوت بغينا نصوروا هذا العجين انا قال لك اللي عطيني 600 كنخسر من جيبي انايا باش نصور 300 هلا السلام عليكم.
شحال تبدا؟ الخير شحال تبدا فاسد؟ هذا 870 هذا 3 870 الف 4 ملايين و 70 الف تقريبا جات 43 الف و 500 درهم في هاد الجوج هادو الخوت باش مشاو باش ترسم هذا الخوت تقريبا 25 الف و 500 درهم ثابته 25 الف و 200 250 درهم اللي ثابت باش مشري عاطينو 500 دابا 250 درهم ديال الرباح الخوت اللي عاطينو في هاد الخيره الله يسهل مولاه مساء الخير جينا المر ديالو الله ما شاء الله عرفتي شنو مولاه وشكون مولاه؟ الله يسخر